بس يعني اللي هي لميس يعني ايه، بتسأل الراجل ابو الولد اللي هو هرب ده، بتقول له انت ابنك هرب ازاي وبتاع. عايز اقول لها ان نص الشباب اصلا، احنا البلد عندنا فعلا 95% من الشباب اللي كانوا في البلد كلهم هربوا اصلا، ولسه اللي يعرف يهرب دلوقتي يهرب بحر وغير بحر وبتاع والله، فاهم؟ فطبعا الاستاذه لميس واضح ان هي ما تعرفش ان البلد فيها مشكله، هي طبعا مش هتحس ان في مشكله عشان هي ايه مش عارف بتقبض كام في السنه، هي والاستاذ عمرو اديب ربنا يوسع علينا وعليهم طبعا. ولكن انا رسالتي بوجهها لاي شاب في مصر بدون احباط، اذا جات لك فرصه انك تطلع بره مصر توكل على الله ومالكش دعوه بلميس، خلي لميس ايه قاعده في مصر، مش هينفع حياتي تبقى بره وانت بره، وربنا يرزقنا احنا كمان نسافر ان شاء الله.